الأخبار والمنتصف من قناة يمن شباب، معكم هشام الزيادي ومروى السوادي، وتتابعون فيه: الجيش يستعيد مواقع جنوب وغرب دمت بالضالع، ويهاجم الميليشيا في جبهة قانيا اليسبل بالبيضاء. وزارة الدفاع تعلن مقتل 61 حوثيا في هجمات اضطرارية للجيش بالحديدة، واستشهاد طفل وإصابة 2 في قصف حوثي على مديرية تحيتا. وفد الشرعية يغادر إلى السويد للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية، وواشنطن تعلن ترحيبها بالمفاوضات. البداية عسكريا من الضالع، حيث أفادت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني تمكن من استعادة مواقع جنوب وغرب مديرية دمت شمال المحافظة عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثيين الانقلابية. وقالت المصادر لمراسل قناة يمن شباب أن قوات من الجيش استعادت تبة الثعيل المطلة على الطريق العام جنوب دمت بالضالع. وأضافت المصادر أن قوات الجيش سيطرت أيضا على منطقتي الأثلة والمعرش غرب مدينة دمت، في وقت تدور فيه اشتباكات منذ صباح ساعات الصباح الأولى جوار مستشفى النجار شمال المدينة. ولمزيد من التفاصيل حول العمليات العسكرية الأخيرة للجيش الوطني، انضم معنا عبر الهاتف ركن التوجيه المعنوي في اللواء الرابع احتياط المقدم نصر الرزاقي. مرحبا بك معنا سيادة المقدم، هل لك أن تطلعنا على ملخص ما جرى من أحداث عسكرية خلال الساعات القليلة الماضية؟ مرحبا بكم، ونشكر قناة يمن شباب. نحب أن نطلع المشاهدين الكرام والمجتمع اليمني بشكل عام أننا اليوم قمنا بإغارة إلى قريتي الأثرى والمعرش، وتم قتل الكثير من عناصر الميليشيا الحوثية وأسر عدد منهم مع أخذ الغنائم، وهذا في خطوات تمهيدية إن شاء الله لتحرير مدينة دمت. طيب، بما يخص معركة مدينة دمت، ولعل الجميع يتابع عن كثب مجريات الأحداث العسكرية هناك في انتظار تحرير المدينة بشكل كامل من قبل الجيش الوطني، إلى أين وصل الجيش الوطني في هذه المعركة؟ عفوا الصوت غير واضح. نعم، يعني أسألك عن معركة دمت، والجميع يترقب عن كثب متى يتم تحرير هذه المدينة. نريد أن نعرف منك سيادة المقدم، إلى أين وصلت قوات الجيش الوطني، وما الذي تبقى في مدينة دمت لتحريرها بشكل كامل من ميليشيا الحوثيين؟ لم أسمع السؤال بشكل واضح، لكن إن كنت تسأل عن تحرير مدينة دمت، فدمت تحت مرمى نيران الجيش الوطني، وتحريرها أمر محسوم له. الانقلاب هذا وارد، وهذا هدف من أهداف الشرعية والجيش الوطني، لن نتخلى عنه أبدا بإذن الله. طيب، عن المناطق التي تم استعادتها، هل لك أن تخبرنا عنها؟ تبت الثعيل وأيضا الأثلة والمعرش. تبع الأثلة قرية وليس التبة، أخذنا التباب المطلة عليها. إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله سنصل إلى مدينة دمت، لكننا نراعي الظروف الإنسانية داخل المدينة، والميليشيا ليست لديها أي أبعاد إنسانية ولا أخلاقية في هذا الجانب. نعم، لربما هذه الجبهة سيادة المقدم فاجأت الجميع حين سيطرتها على يعيس ومريس، وتقدمت باتجاه دمت وسيطرت على مناطق واسعة. ما الذي تبقى حتى الآن؟ هل هناك دعم من المنطقة العسكرية الرابعة لكم في هذه الجبهة لاستكمال التحرير؟ أطلب منهم أيضا المزيد، سواء من المنطقة العسكرية الرابعة أو من المنطقة العسكرية السابعة أو من التحالف أو من قيادة الجيش الوطني الممثلة برئاسة هيئة الأركان، ونقول لهم أن ما يقدم من دعم ليس بكافي، ولكنه ملموس من خلاله نستطيع أن نتقدم. إذا أشكرك جزيل الشكر ركن التوجيه المعنوي في اللواء الرابع احتياط المقدم نصر رزاقي على كل هذه المعلومات والتفاصيل. وفي البيضاء، شن الجيش الوطني هجوما شاملا اليوم على مناطق حيوية ومواقع تمركز الحوثيين بجبهة قانية شمال شرق المحافظة. وقال قائد لواء 117 العميد طيار صالح العرادي إن الجيش فرض سيطرته الميدانية على عدد من المرتفعات المهمة، ويحاصر مواقع تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية تمهيدا لاقتحامها.
وأوضح القائد العرادي أن الجيش تمكن من استعادة التباب السود والتبتي الشهيد وأبو العز ويواصل التقدم باتجاه تباب المصياد، مشيرا إلى أن وحدات الجيش من الألوية 157 و17 و149 تواصل عملياتها العسكرية لاقتحام شبكة اليسبل والحمى السوداء في إطار العمليات الجارية بتحرير محافظة البيضاء. وكانت عملية عسكرية واسعة متزامنة أطلقها الجيش الوطني في جبهتي الملاجم وقانيا بالبيضاء قبل أسبوع، أحرز فيها الجيش تقدما واسعا واقترب من السيطرة على مفرق عفار الاستراتيجي، وهو ما مكن أو ما يمكن من عزل 7 مديريات جنوب البيضاء عن مناطق سيطرة الميليشيا في محافظة البيضاء الواقعة وسط البلاد. وللحديث أكثر عن العمليات العسكرية في البيضاء ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم محور وجبهة البيضاء المقدم محمد العواضي. أهلا بك سيادة المقدم، لك أن تضعنا في آخر التطورات العسكرية في البيضاء. حياكم الله وحيا الله كل المشاهدين الكرام. نعم أختي العزيزة، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من القوات الأمن الخاصة المتمركزون في جبهة الثانية، كان اليوم هجوما عنيفا وكبيرا من كل الاتجاهات، من ميمنة الجبهة الثانية ومن القلب ومن ميسرة الجبهة بالوحدات العسكرية المتواجدة هناك، اللواء 117 واللواء 143 واللواء 159، وإضافة إلى ذلك رجال الأمن وكتائب تابعة للواء المجد، هجوما عنيفا على العدو في صباح اليوم على الحمة السوداء المطلة على البلاد بن وهب في اتجاه إلى مديرية السوادية. تقدم الجيش الوطني تقدما كبيرا ولا زالت المعارك مستمرة إلى هذه اللحظة، والتقدم مستمر والمعنويات عالية والرجال في ظل تقدمهم. الجيش الوطني في محافظة البيضاء سواء في جبهة ناطع الملاجم أو في جبهة طوحة الملاجم أو في جبهة الثانية يخوضون عمليات نوعية وكبيرة ضد الميليشيات الحوثية. جاء الحسم وجاء وعد الخلاص بإذن الله عز وجل. الكل ذات يترقب ساعة الحسم والساعة الإيجابية التي سيتنفس فيها كل أحرار البيضاء وأبناء البيضاء وقبائل البيضاء متلهفون لهذه الساعة التي يتنفسون فيها صعداء الحرية صعداء الأمن والأمان. الجيش الوطني في صباح هذا اليوم شن هجوما عنيفا ولا تزال المعركه الدائمه هناك، وهناك تقدم كبير يحرزه الابطال. نعم. نعم، عطفا على ما ذكرت من المناطق التي سيطر عليها الجيش، اين تتجه العمليات العسكريه في الايام المقبله؟ العمليات العسكريه التي حددت والتي هي الان في خضم السير نحو الهدف المحدد وهي منطقه عفار. نعم. فريق محافظ المحافظة وقائد محور البيضاء وقائد محور بيحان فرع بحيبح والوحدات العسكرية المتواجدة في الجبهة الثانية، الكل يطمح إلى أن يصل إلى مثلث عفار، المثلث الوحيد الذي بالسيطرة عليه نستطيع أن نسيطر على ثلثي محافظة البيضاء والاتجاه نحو مديرية رداء ثم محافظ دمار، والمشاركة مع أبطال الجيش الوطني في كل أنحاء الجمهورية لتخليص البلاد من هذه الميليشيات الحلفية التي عادت في الأرض الفساد. نعم. نعم سيادة العميد، لك أن تؤكد أو تنفي، هناك معلومات تقول بأن هناك الكثير من القيادات الحوثية قد قتلوا على يد الجيش الوطني، ما هي أبرز الشخصيات التي قتلت؟ محافظة البيضاء دائما الحوثي وميليشياته يسموا هذه المحافظة هي الثقب الأسود، لا توجد أي محافظة أكلت وقتلت من القيادات الحوثية كما عملت في محافظة البيضاء. أغلب القيادات الحوثية قتلوا في هذه المحافظة سواء من بداية الحرب منذ 4 أو 3 سنوات أو حتى هذه الأيام الأخيرة القريبة. هناك قتلى كثير لا أذكر بالاسم، لكن هناك قيادات سواء قيادات تنوية أو قيادات وحدات عسكرية تابعة لهم أو ما يسمى باللجان الشعبية التابعة لهم قتلوا في جبهة ناطع الملاجم وفي جبهة طوحة. نعم، ما أثر مقتل هذه القيادات؟ نعم، له أثر كبير في صفوف أتباعهم وكذلك روح من المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الوطني،
والولداء أبطال الرجال الجيش الوطني الذي يخوض معركة حاسمة وحازمة بإذن الله عز وجل. نعم، نشكرك جزيل الشكر الناطق الرسمي باسم محور وجبهات البيضاء المقدم محمد العواضي، نشكرك جزيل الشكر. وفي هذه الأثناء أفادت مصادر ميدانية بإصابة 5 جنود من أبطال الجيش الوطني في غارة خاطئة لمقاتلات التحالف العربي في جبهة قانيا بالبيضاء. ووفقا لذات المصدر فإن الحادثة وقعت عندما تقدم أفراد من الجيش الوطني باتجاه مواقع ميليشيا الحوثيين الإنقلابية في الحمة السوداء ليأتي الطيران ويقصف الموقع الذي كانت تتمركز بداخله عناصر من ميليشيا الحوثيين قبل اقتحامه من الجيش. وأرجع خبراء في الجيش كثرة أخطاء مقاتلات التحالف إلى ضعف التنسيق بين القوات الحكومية والتحالف، ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش في أكثر من جهة. ومن البيضاء إلى صعدة، حيث استعادت قوات من الجيش الوطني سيطرتها على سلاسل جبلية في محيط مديرية كتاف غرب المحافظة. وقال مصدر عسكري أن التقدم جاء عقب هجوم عنيف شنه الجيش على مواقع تمركز الميليشيا في ميسرة جبهة كتاف. وفي صعدة أيضا حررت قوات الجيش مواقع جديدة في منطقة الخشبة بمديرية البقع عقب هجوم مباغت شنته كتيبة الاقتحام على مواقع تمركز الميليشيا في تلك التباب. ولمزيد من التفاصيل حول التطورات العسكرية في صعدة وتحديدا في البقع ينضم معنا عبر الهاتف يوسف عسيري عضو المركز الإعلامي للقوات المسلحة. أهلا وسهلا بك بداية معنا سيد يوسف. قبل أن نتحدث عن بقع دعنا نتحدث عن باقم وما هي السلاسل الجبلية التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني في معاركها الأخيرة. نعم أخي، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية من تحريز سلاسل جبلية مطلة على مركز مديرية باقم شمالي غرب المحافظة. مركز مديرية باقم هي تعتبر اليوم الثالث على التوالي. قوات الجيش كانت قد شنت عملية عسكرية من أجل تحرير مركز مديرية باقم. قوات الجيش استطاعت تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أبرزها الجبال الهرمية المطلة على مركز مديرية باقم بما فيها المجمع الحكومي وإدارة الأمن. المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 40 عنصرا من ميليشيات الحوثي إلى جانب عدد من الجرحى، واستطاع الجيش خلال العمليات استعادة مجموعة من الأسلحة وأجهزة الاتصالات التابعة للميليشيات الإنقلابية. طيب لو توجهنا نعم لو توجهنا الآن إلى كتاف أيضا. في كتاف قوات الجيش الوطنية أيضا محيطة بمركز مديرية كتاف استطاعت قوات الجيش الوطني تحرير جبال رشاحة وسلسلة جبال مليل وتبت العلم وتبت المقندعة بالإضافة إلى تأمين الخط المؤدي إلى وادي آل بوجبارة. سيد يوسف هل ما زلت معنا على الخط؟ نعم نعم. طيب يعني تحدثت معنا عن المعارك العسكرية الدائرة في باقم وعن كتاف، لكن أريد أن أفهم منك ما الذي يمكن أن تمثله جبهة كتاف والمعارك المندلعة هناك والتقدم العسكري الذي يحرزه الجيش الوطني في هذه الجبهة على مجمل المحاور العسكرية والجبهات العسكرية في محافظة صعدة؟ جبهة كتاف مديرية كتاف تنادوها المديرية حققت حررت مساحات واسعة من مساحة هذه المديرية، استطاعت تحرير ما يقارب 80% من مساحة المديرية. التقدم في كتاف يساعد قوات الجيش الوطني في الجوف المهادية لمحافظة صعدة من التقدم بشكل متوازي، ويمكنها بتضييق الخناق على الميليشيات داخل محافظة صعدة والتوجه أو تقدم الجبهات بشكل متوازي من محافظة صعدة ومحافظة عمران ومحافظة الجوف باتجاه محافظة عمران. طيب هل تبقى الكثير للجيش كي يصل إلى مركز كتاف؟ قوات الجيش الوطني تبعد ما يقارب 15 كيلو عن مركز مديرية كتاف.
نعم طيب، يعني هذا فيما يتعلق بكتاف. نعم. ماذا عن البقعة الذي كنا قد تحدثنا عنه في البداية وتطورات العسكرية الجارية هناك وتباب المحيطة ب يعني التي كان الحوثيون يتمركزون فيها وتم تحريرها مؤخرا، هل لديك أي معلومات عنها؟ طبعا مديرية كتاف والبوك هي تعتبر مديرية واحدة، ربما تقصد عند مديرية باقن. أقصد في منطقة الخشبة مديرية البقع. القوات الجيش الوطني استطاعت بالسيطرة على المناطق هذه من تأمين الخط المؤدي إلى وادي البوجبارة، وكما حدثتك المعارك أسفرت عن مصر وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيات. واستطاعت قوات الجيش الوطني قطع خطوط الإمداد عن الجهات الإنقلابية في أكثر من جبهة. إذن أنا أشكرك سيد يوسف عسيري عضو المركز الإعلامي للقوات المسلحة على كل هذه التفاصيل. دمر الجيش الوطني مخزن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز. وقال مصدر عسكري لقناة يمن شباب إن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة للحوثيين في تلة الخضر بجبهة الأحكوم. وذكر المصدر أن القصف المدفعي للجيش أصاب الهدف بدقة عالية وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة، كما سمع دوي انفجارات متتالية. ووفقا للمصدر فإن قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية سقطوا خلال القصف المدفعي. قال موقع وزارة الدفاع أن 61 عنصرا من ميليشيا الحوثيين الانقلابية قتلوا في معارك مع الجيش الوطني خلال الأيام الثلاثة الماضية بمدينة الحديدة والريف الجنوبي للمحافظة. وبحسب الوزارة قتل 43 حوثيا في المعارك التي دارت في كافة جهات مدينة الحديدة عقب خرق الميليشيا الحوثية للتهدئة، وشن الجيش الوطني هجوما اضطراريا ردا على محاولات الحوثية لاختراق صفوفه. وتمكن الجيش في تلك المعارك من السيطرة على 8 مبان كان أحدها يستخدم كمقر خاص للسلاح البحرية التابعة لميليشيا الحوثيين، فيما باقي المباني استخدمت ثكنات عسكرية ومواقع تخزين للسلاح والذخيرة. وتمكنت قوات الجيش من الوصول إلى مواقع مطلة على مقر المنطقة العسكرية الخامسة التي باتت في مرمى النيران عقب استعادة العديد من المواقع المحيطة في هجوم معاكس شنته ردا على محاولات الميليشيا الحوثية لاستعادة مواقع خسرتها في المعارك الأخيرة. وما زلنا في الحديدة، حيث استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف ميليشيا الحوثيين الإجرامية لإحدى مناطق مديرية التوحيتة جنوب محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا على قرية الفلاح بالتوحيتة تسببت باستشهاد طفل وإصابة 2 آخرين. أضاف سكان محليون قولهم إن ميليشيا الحوثيين أطلقت الرصاصة على الدراجة النارية التي أسعفت الطفلين المصابين وسوقفت المسعفين في إحدى مناطق سيطرتها لمدة نصف ساعة، ومن ثم سمحت لهم بالمرور بعد أخذ هواتفهم. تأتي هذه الجرائم بتزامن مع دفع الميليشيا بتعزيزات إلى مناطق غرب مديرية توحيتة على الساحل الغربي. سياسيا، قالت الرئاسة اليمنية أن وفد الحكومة اليمنية سيغادر اليوم الأربعاء إلى السويد للمشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن الشرعية تحرص كل الحرص على استغلال كل الفرص لتجنيب شعبنا المزيد من الدمار الذي تسببت به الميليشيا الانقلابية. السويد محطة أخرى تجمع الأطراف اليمنية المتنازعة بحثا عن السلام المفقود، وربما تكون المحطة الأخيرة إذ تلمح الشرعية بالحسم العسكري في حال فشلت الجهود الدولية في إرغام الإنقلابيين الحوثيين على الخضوع للمرجعيات الثلاث لإنهاء الإنقلاب. مشاورات السويد لن تكون سهلة كما تتحدث عن ذلك واشنطن، لكنها قالت إنها خطوة أولى ضرورية وحيوية. وتؤكد هذه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نورت معلقة على وصول وفد الإنقلابيين الحوثيين إلى ستوكهولم، إذ قالت: ليست لدينا أوهام ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية.
أما الحكومة الشرعية فتنظر إلى محطة السويد بأنها فرصة حقيقية للسلام لتجنيب الشعب المزيد من الدمار الذي تسببت به الميليشيات الإنقلابية، متعهدة ببذل كل الجهود لإنجاح المشاورات. وعن هذا يتحدث عضو الفريق الحكومي المفاوض عبد الله العليمي، والذي يشغل مدير مكتب الرئيس هادي، مؤكدا أن الوفد سيضع هموم الشعب اليمني وتطلعاته في رأس أولوياته، وسيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام. ويضيف أن الوفد الحكومي يحمل أمل الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام على أساس المرجعيات الثلاث الثابتة، وبما ينهي الانقلاب ويزيل كل الأسباب التي أدت إليها. لا يتأمل اليمنيون كثيرا على أي مشاورات مع الحوثيين من أجل جلب السلام إلى موطنهم، إذ أن تجارب كثيرة من هذا القبيل قادت إلى الفشل والحروب المستمرة، واستغلها المتمردون في ترتيب أوضاعهم، غير أن محطة السويد هي بمثابة اختبار أخير على جديتهم في السلام والتعايش وبناء الدولة بالصيغة التي أقروا بها في مؤتمر الحوار الوطني. من جهته قال التحالف العربي إن الحكومة الشرعية تأكدت من هويات الجرحى الحوثيين الذين تم نقلهم إلى مسقط الاثنين الماضي. وقال العقيد التركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، قال إن الطائرة الأممية غادرت صنعاء بعد تأكيد الحكومة الشرعية من هويات الجرحى، وذلك على أثر معلومات سابقة أشارت إلى عزم الانقلابيين الحوثيين نقل 4 لبنانيين وإيرانيين 2 ضمن الجرحى. وأضاف المالكي أنه تم تزويد الحكومة اليمنية بأسماء الجرحى والمرافقين وتأكدت من هوياتهم بحسب صحيفة الشرق الأوسط. يأتي هذا وسط أنباء عن قيام ميليشيا الحوثيين بإصدار جوازات وبأسماء وهمية لعدد من الخبراء من الحرس الثوري الإيراني وعناصر من حزب الله اللبناني، وقامت بإخراجهم ضمن كشف جرحاها المزعوم برعاية الأمم المتحدة. وتؤكد المعلومات التي جرى تداولها على نطاق واسع نقلا عن مصادر أمنية وثيقة الاطلاع في صنعاء أن الجرحى الذين فرض الحوثيون إخراجهم للعلاج بالخارج مع مرافقيهم، بينهم خبراء إيرانيون ولبنانيون. والمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث على دراية بالأمر، مضيفا أن الجرحى الذين تم نقلهم للعلاج في الخارج غالبيتهم يحملون أسماء مزورة وجوازات تم إصدارها حديثا. أكد وزير الخارجية خالد اليماني عزم الحكومة تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا. جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرئيسة رابطة أمهات المعتقلين أمة السلام الحاج قبيل مغادرة فريق الحكومة المفاوض متوجها إلى السويد. وقدمت رئيسة الرابطة عرضا نقلت فيه أصوات ومعاناة المرأة اليمنية وأمهات المعتقلين، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثيين ما زالت تمارس الاعتقالات التعسفية والتعذيب حتى اللحظة في تناف مع كافة القوانين والأعراف الدولية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج. أهلا بك سيدة أما، هناك لكم أول لقاء مع وزير الخارجية قبيل مغادرته إلى السويد، ما أهم ما دار في هذا اللقاء؟ نتمنى أولا للوفد المشارك في المشاورات، الوفد اليمني، النجاح والتوفيق في مهامنا. عرضنا للوزير، لسيادة الوزير، عرضنا لهم أن يبدوا حسن النية في إطلاق، حتى قدمنا لهم كشف المرضى وكشف الصحفيين وكشف 36 الذين يحاكموا، فطلبنا منه أن يضغطوا في هذا المجال ويخرجوا لنا حتى هذه الأسماء التي يبدأ بها حتى نصدق أن هناك مصداقية من قبل الحوثي في هذه الاتفاقات أو غيرها، لأننا لا نثق بجماعة الحوثي أنها ستنفذ هذه الاتفاقات، لأنها لأن الاتفاقات هذه ليست لها ضمانات ولا آليات ولا شيء، وإنما اتفاقات ومشاورات. ألم تقدم لكم الحكومة أي تطمينات؟
قدم لنا الوزير أنه سيعمل جاهدين على أن يخرجوا أبناءنا من السجون، ولكن نتمنى ذلك، لكن تجربتنا مع جماعة الحوثي تجعلنا نشك وتجعلنا متخوفات من عدم تنفيذ هذه الاتفاقات والوعود. نعم، تحدث الوزير عن اتفاق للإفراج عن 1400 أسير ومختطف، كم عدد المختطفين فعلا؟ العدد أكثر من هذا بكثير، ولكن لأنه طرحنا هذا للوزير لأن الاعتقالات مستمرة من قبل جماعة الحوثي مستمرة، ولم نستطع أن نقفل باب كشف المختطفين لما يعني الكشف ما زال مفتوح، لأنه كل يوم تتجدد الاعتقالات وتتجدد في كثير من المناطق اللي يسيطروا عليها، ولذلك الأعداد أكبر من هذا العدد بكثير، ولكن نقول يبدأوا بهذه الأعداد ونشوف إلى أن نعم. كونك رئيسة رابطة أمهات المختطفين، لماذا أمهات المختطفين ترفض التعامل مع المختطفين كأسرى؟ نرفض مسألة التبادل لأنه بيخرجوهم من أماكنهم من بيوتهم، الحوثيين يرجعوا إلى بيوتهم والمختطفين المدنيين يعاملوهم كأسرى حرب وينفوهم من بيوتهم ويشردوهم و يخرج المختطف بدون عمل بعيد عن بيته، لا مصاريف لا شيء، ومعذب عذاب جديد وأسرته تسر له عنده، صعب جدا هذا الوضع. المفروض أنه تكون هناك ضمانات أن يخرج المختطف إلى بيته يجلس مع أسرته، أما بهذه الصورة يشرد مرة أخرى وينفى من البلاد. نعم. وإذا حاول دخول صنعاء مرة ثانية يتم اعتقاله. نحن طالبنا أن تكون هناك ضمانات تضمن حقوق هؤلاء الناس. نعم، نشكرك جزيل الشكر رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج. موقف ثابت للمملكة تجاه الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا لم يتغير رغم كل الضغوط الدولية وطول سنوات الحرب، جوهره رفض التواجد الإيراني عبر الحوثيين وجمهورية الولي الفقيه ومنع نشوء نسخة أخرى من حزب الله في اليمن. قبيل يوم من انطلاق المشاورات المرتقبة في السويد بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، جددت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف لمناهضة الانقلاب ودعم الشرعية موقفها الثابت من الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. خالد بن سلمان سفير المملكة لدى واشنطن أكد أن المملكة لن تسمح بظهور حزب الله في جزيرة العرب لطعن الأمة العربية والمنطقة ومهاجمة الشعب اليمني، كما أكد عزم المملكة مناهضة فكرة جمهورية ولي الفقيه في اليمن. السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر غرد هو الآخر في حسابه على تويتر بأن الحوثيين سيجبرون على ترك ميناء الحديدة مرغمين، ولن تسمح المملكة بتواجد إيراني في باب المندب وسواحل البحر الأحمر عبر الحوثيين. موقف سعودي قوي متجدد وثابت تجاه الانقلاب الحوثي الذي يشكل أداة إيرانية يستهدف تحويل الأراضي اليمنية إلى قاعدة انطلاق لاستهداف الحرمين وتهديد الدولة السعودية بالمخدرات والأسلحة والفصائل المسلحة عرقيا ومذهبيا. في السياق، شدد المستشار الرئاسي اليمني ياسين مكاوي على استعادة الحديدة بالكامل من قبضة الحوثيين، مؤكدا أن اليمن لن يسمح أن تكون هناك بؤر صراع مستمرة تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة. مراقبون يقولون إن الموقف الثابت للمملكة المؤيد للشرعية والرافض للانقلاب الإمامي المدعوم من طهران إشارة للمجتمع الدولي من أن المفاوضات والمشاورات التي لا تؤدي إلى سلام مستدام بإنهاء الانقلاب وعودة الدولة كاملة لن يكون مقبولاً، ولن ترضخ السعودية فيه للضغوط الدولية المتماهية مع المصالح الإيرانية بحجة الأزمة الإنسانية في اليمن.
وعن الأزمة الإنسانية، فقد أعلنت الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن الأسوأ في العالم ستتفاقم في 2019، محذرة من أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات غذائية سيرتفع بنحو 4 ملايين شخص. ويأتي ذلك فيما نشر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقديراته لاحتياجات العام المقبل. وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك للصحفيين إنه في 2017 كانت الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية ل3 ملايين شخص شهرية. أضاف بأن هذا العدد ارتفع إلى 8 ملايين شهريا هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليونا في 2019. قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن دراسة مسيحية بشأن الأمن الغذائي في اليمن تظهر زيادة في معدل الجوع الشديد. وأضاف بيزلي للصحفيين أن الدراسة التي ستصدر الخميس المقبل ربما تظهر معاناة بعض اليمنيين من وضع غذائي كارثي، وأن الأرقام ستظهر زيادة حادة في معدلات الجوع، لكن هذا قد لا يعني بالضرورة المجاعة. ولفت المدير التنفيذي إلى أن الدراسة أجراها خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر الماضي وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء. ناشدت المواطنة فاطمة أحمد محمد ضحية لغم زرعته ميليشيا الحوثيين، ناشدت الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بتعز بإنقاذ بقية أطرافها. وبحسب التقارير الطبية فإن قدم فاطمة الأخرى غير المبتورة أصيبت بشظايا اللغم وبحاجة إلى ترميم بمركز متخصص بالخارج. أصيب 3 مواطنين بينهم امرأة في اشتباكات بين مجاميع مسلحة وسط مدينة تعز. وقال سكان محليون أن الحادثة التي وقعت في السوق المركزي وسط المدينة أسفرت عن إصابة 3 من المواطنين، خلقت حالة من الهلع والخوف بين أوساط الباعة ومرتادي السوق بما فيهم النساء والأطفال، مشيرين إلى أن الاشتباكات جاءت على خلفية الجبايات التي يفرضها النافذون ومن خلفهم المسلحون على الباعة. يأتي هذا الحادث بعد أقل من 12 ساعة من إلقاء مسلح قنبلة وسط السوق المركزي، ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين وصفت إصابة بعضهم بالخطرة. وكان نائب رئيس التوجيه بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر تحدث عن إقرار اللجنة الأمنية بالمحافظة لحملة أمنية لتعقب مطلوبين أمنية ووضع حد للانفلات الأمني بالمدينة، خصوصا مع تزايد حوادث الاغتيالات وفوضى الاشتباكات بين عناصر مسلحة منفلتة داخل المدينة، غير أن الحالة الأمنية بقيت على ما هي عليه دون أي تحسن يذكر. افتتحت الأمم المتحدة مكتبين لها في مدينتي التربة والمخاب محافظة تعز لتسهيل إجراءات الاستجابة الإنسانية للمحافظة. في أعقاب زيارة استغرقت ساعات فقط لمدير مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة سياستبان تريف، شنت السلطات المحلية بتعز هجوما لاذعا على الأمم المتحدة جراء موقفها المتخاذل تجاه الحصار على تعز المستمر منذ 4 سنوات. نجيب قحطان مدير الإعلام بتعز اتهم الأمم المتحدة بأنها شريك الإنقلابيين في حصارهم المفروض على تعز منذ 4 سنوات. واعتبر نجيب قحطان مدير إعلام محافظة تعز في مداخلة على يمن شباب أن وعود المسؤولين الأمميين بشأن لعب دور أكبر لرفع المعاناة الإنسانية عن تعز المحافظة الأكثر كثافة في السكان سرعان ما تتبخر بمجرد خروج مسؤوليها وانقضاء زيارتهم لتعز التي لا تزيد مدتها عن يوم في الأغلب. وتأتي انتقادات السلطة المحلية بتعز للموقف الأممي بسبب تجاهل الأمم المتحدة للمحافظة وامتناع المبعوث الدولي مارتن غريفث عن زيارتها رغم الزيارات الكثيرة لموظفين أمميين إليها تحضيرا لزيارة محتملة لا تتحقق من قبل المبعوث الأممي.
مدير الإعلام بتعز فأن يكون السبب في تجاهل قضية تعز وحصارها مرده القصور في أداء السلطات المحلية بالمحافظة، وقال إن السلطة تقوم بمهامها بشكل جيد، لكن المبعوث الأممي هو من يختلق الأعذار لعدم زيارته بتعز، ويرفض غريفث وفقا لقحطان من المرور عبر خط عدن التربة تعز، ويصر على المرور من الحوبان المغلق من قبل الحوثيين. سلمت قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي في تعز نقاط تفتيش عسكرية كانت تابعة لها إلى قوات الأمن الخاص. وأشرف اللواء الرابع ميدانيا على إزالة نقاط أخرى ليست ضمن النقاط المحددة لتبقى في المدينة، وعلى رأسها نقطة مفرق كلية التربة جنوب المحافظة. وحث قائد اللواء الرابع مشاة جبلي العميد أبو بكر الجبولي على تفوت الفرصة على كل من يريد عرقلة استكمال تحرير تعز بحجج واهية تتخذ من نقطة عسكرية أو تصريح إعلامي شماعة التطبيل وبث الفرقة حسب تعبيره. وأكد العميد الجبولي حرصه على وحدة الصف وكل ما من شأنه توحيد الجهود واستكمال تحرير تعز ويخدم المعركة ضد الإنقلابيين، مشيرا إلى أن هذا التحرك الكبير يأتي لقطع الطريق أمام مشاريع مشبوهة تستهدف تعز وكشفت عنها قيادة المحور وقيادات الألوية وبادرت بعمل لازم تغليبا للمصلحة الوطنية. وصل الفريق التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن إلى مدينة تعز مع مدير حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورئيس شعبة مصلحة السجون في مكتب النائب العام. وقد قام الفريق بزيارة السجن المركزي وسجن البحث الجنائي وسجن شرطة تعز للاطلاع على الوضع العام للسجون والوضع الإنساني للسجناء واحتياجاتهم، تمهيدا لرفع تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما يشمل برنامج زيارة رئاسة القضاء والنيابة وقيادة السلطة المحلية والمنظمات الحقوقية. قالت مصادر أمنية أن اشتباكات دارت بالعصي بين سجناء وحراسة السجن المركزي بالمكلا على خلفية مطالبة المعتقلين بالإفراج عمن صدرت بحقهم أوامر من النيابة وعرض من لم يتم عرضهم بعد. وبحسب المصادر فإن عددا من السجناء كانوا قد أعلنوا الإضراب خلال الأيام الماضية بعد أن رفضت النيابة الجزائية في المكلا السماح لفريق من النشطاء الحقوقيين من زيارة قسم المعتقلين على ذمة الانتماء لتنظيم القاعدة. وكان الفريق الحقوقي يضم ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلين عن وزارة الداخلية. ختام المنتصف، وإليكم التذكير بأبرز ما جاء فيه. الجيش يستعيد مواقع جنوب وغرب دمت بالضالع ويهاجم الميليشيا في جبهة قانية اليسبل. وزارة الدفاع تعلن مقتل 61 حوثيا في هجمات اضطرارية للجيش بالحديدة واستشهاد طفل وإصابة 2 في قصف حوثي على مديرية التحيتة. وفد الشرعية يغادر إلى السويد للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية وواشنطن تعلن ترحيبها بالمفاوضات. إذا مشاهدينا على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة سارة الماجد وأخبار الرياضة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.